بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله رب العالمين حنأخذ المحاضرة الأولى في الإبديميولوجي. إن شاء الله المحاضرة هذه حتكون تعريفية بإيش يعني إبديميولوجي، وحنناقش فيها إن شاء الله برضو كيف حيمشي معنا الكورس وإيش اللي حيكون مطلوب منا في خلال الكورس. الكورس زي ما أنتم شايفين اسمه Principle of Epidemiology. بكل بساطة لو بدنا نحكي ايش الحاجات اللي احنا نتطرق لها خلال الكورس هذا، زي ما انتم شايفين على الشاشة الكورس هذا متطلب لكل المهن او كل اقسام كلية العلوم الطبية في الجامعة. حنعرف الان ايش هو الابديميولوجي، لكن بدنا نحكي لكم عن اهداف المساق وطرق التقييم واساليب التدريس في هذا المساق. طبعا اهداف المساق انه حنتعرف على علم الاوبئه ونوضح بعض المفاهيم والمصطلحات المرتبطه بعلم الاوبئه. ايش يعني علم الاوبئه؟ كيف هي او ايش هي التطور التاريخي لعلم الاوبئه؟ كيف تطور وكيف صار وكيف صار علم؟ نتعرف على مبادئ الصحة العامة ومفهوم الصحة والمرض والعوامل المرتبطة بالصحة وبالمرض، وإيش هي الإندكس اللي مهمة كمؤشرات للصحة أو للمرض. تعرف على مبادئ مقاييس الخطورة، كيف بعرف إن الموضوع هذا يعتبر ريسك أو لا يعتبر ريسك، أو العامل هذا يعتبر ريسك أو لا يعتبر ريسك، كيف إنه عدد المواليد او عدد الوفيات مثلا في البلد الفلاني مؤشر على انه في عنده مشكله كبيره، عدد الوفيات للمواليد مثلا او عدد الوفيات لكبار السن ايا كان. التعرف على مفهوم العلاقه السببيه والارتباط في الامراض وفهم الفرق بينهما، ايش يعني عامل مرتبط وايش يعني عامل مسبب وكيف بنعرفه. التعرف على مفهوم الخطوره في علم الاوبئه والطرق المستخدمه في احتساب احتمالات الخطوره. هنشوف كيف بدنا نحسب انه هذا عامل خطر او مش عامل خطر، اذا كان بروتكتيف فاكتور او ريسك فاكتور، الحاجات الفاكتور ذات اللي بتسمعوا فيها كيف بنحددها وكيف بنحسبها اصلا، وايش هي الطرق اللي متبعه لحسابها في اللي هو الدراسات الوبائيه المختلفه. وبعدك حنتعرف ايش هي اصلا انواع الدراسات الوبائيه، كم نوع من انواع الدراسات وايش هم، وكل دراسة كيف بنعمل الديزاين تبعها وكيف بيتم اختيار العينة وكيف بيتم اللي هو عمل الحسابات لمعدلات الخطورة أو عوامل الخطورة. بعدين نتعرف على مفهوم الترصد الوبائي وكيفية استخدامه، طبعا الترصد الوبائي اللي هو زي الوضع اللي احنا بنمر فيه حاليا في جائحة كورونا، لازم نترصدها وبائيا يعني نوصل للخارطة الوبائية تبعتها، نعرف كيف دخل من أول مخالط من الناس المخالطين عشان نقدر نحتويهم. طبعا الموضوع عندنا اليوم انه في كورونا، احيانا القصة بتكون بس تسمم غذائي، ناس اكلوا من محل وصار عندهم تسمم، اجت اول حالة على المستشفى، الحالة الثانية اجت على المستشفى، الحالة الثالثة اجت على المستشفى، بس من سؤال واحد وين ساكن وايش اكلت، او سؤالين عفوا، بقدر احدد انه الاكل كان فيه مشكله. لانه مجرد ما بيجينا حالات كتير من مكان واحد مسكين نفس الاكل، عرفت انه هذول هم العاملين المرتبطين في انه الناس هذول اجوا على المستشفى عندهم تسمم غذائي. الان بدي اكد اكثر، فممكن نروح على المكان ونشوف اذا في ناس تانيين اصيبوا بالمرض بس ما اجوش على المستشفى، او انه يكون في ناس، او انه ناخذ من الاكل اللي اكله من المطعم نفسه اللي هو عينه مثلا ونفحص ونعرف انه فاسد، ساعتها بتبطل صارت العاملين هذول مرتبطين، صاروا هذول العوامل عوامل سببيه متاكدين انه هم السبب في انه الناس عيت. ولذلك حنروح نتعرف على نوع من الابيديميكس اللي هي تسمى الامراض المعديه اللي هي انفكشوس ديزيز. وكلمه ابيديميكس مش معناها بس الانفكشوس، الانفكش او الابيديميكس ممكن يكون او الابيديميولوجي ممكن تكون لامراض معديه وامراض غير معديه، تمام. ولذلك
حنتعرف على الأساليب الإحصائية عشان نقيس هذه المتغيرات من ناحية إحصائية. حظكم كويس إنه أنتم في نفس الفصل معاكم مادة الاستاتيستكس، وبالتالي هذه هتكون كويس إنكم تربطوا بين المادتين وتعرفوا وين بيلتقوا المادتين. بالمناسبة الإبيدميولوجي والبايوستاتيستكس في كل أو في معظم الجامعات حتى هما عبارة عن قسم واحد، وأنا واحد منهم، أنا خريج من جامعة طهران قسم الإبيدميولوجي والبايوستاتيستكس، ولذلك هما يعني مادتين مرتبطتين جدا في بعض. الشباتر اللي هنمشي فيها أولا هتكون عندنا الخطة الأسبوعية عبارة عن 2 فيديو لكل موضوع أسبوعيا. المفروض إنه الأول هيكون مسجل والثاني بده يكون مباشر على الزوم، لكن إذا لقينا مشاكل على الزوم زي ما حكيت لكم هنجعل الأول والثاني مسجل وحيتم رفعه لكم، واللقاء اللي على الزوم ممكن بس نعمله للنقاشات وطرح الأسئلة اللي انتم ما فهمتوهاش في المحاضرة السابقة. ايش حناخذ في كل اسبوع، ايش المواضيع بالضبط؟ زي ما انتم شايفين الاسبوع الاول اللي هو اليوم السبت المفروض انه بدنا نشرح مبادئ علم الاوبئه. هذه المحاضره اللي حاشرح فيها مبادئ علم الاوبئه، وحوقف عند التطور التاريخي لعلم الاوبئه، وبعدين نبدا نفهم عشان نشرحه في الفيديو الثاني. زي ما حكينا في كل اسبوع 2 فيديو، والاسبوع الثاني حنشرح 2 فيديو، حناخذ من التطور التاريخي ومفهوم الصحه والمرض، بعدين نبدا في مقاييس الخطوره، بعدين نبدا في المؤشرات الصحيه، بعدين نبدا في علم الاوبئه الميداني والدراسات الوبائيه. وطبعا دراسه الوبائيه موضوع كبير حتاخذ اسبوعين يعني 4 فيديوهات. بعدين الترصد الوبائي والمسح الصحي اللي هو السكريننج سيستم، والامراض المعديه والامراض غير المعديه، والاساليب الاحصائيه المختاره كيف بدنا نشتغل عليها ونحسب. الاساليب اللي حتتبعها زي ما حكينا محاضرات وشرحناها بالتفصيل تو، كيف حكون 2 فيديو مسجلين وفيديو ثالث تمام المفروض انه يكون هو ثاني، يعني المفروض فيديو ثاني ونشرح فيه المحاضره ونرفعها، لكن احنا حنرفع 2 مسجلين والثالث حنخلينا النقاش علشان بس الناس ما تزعلش، وعلشان يكون الفيديو الثالث فقط لطرح النقاشات وناخذ فيه حضور وغياب ونعرف مين الناس المشاركين ومين الناس اللي ما بنشوفش وجهها خالص وما بتشتركش معنا. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله تأذن العصر. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. طيب حيكون في عندنا مناقشات على الزوم، حيكون في عندنا 3 تكليفات مهمة جدا جدا جدا. الأول عبارة عن دراسة حالة، وعلم الوبائيات هذا بيعتمد بالشكل الأساسي على الحالات الكيس ستاديز، فحيكون في عندنا 3 كيس ستاديز أو يمكن يكونوا حتى 4. كل كيس ستاديز على فكرة كل كيس ستادي على فكرة حيكون عليها 10 درجات كمين في الدرجات. هنا الكيس ستادي هيكون عليها 10 درجات زي ما انتم شايفين تمام، وهذا هيخليكم تعرفوا قديش هي مهمه الكيس ستادي. بالمناسبه هي مش بس مهمه يعني علشان يعني عليها علامات كثير، علشان يعني علشان هي نفسها هي حل الكيس ستادي هي الموضوع، يعني اذا انت اخذنا موضوع كذا واديتك وطبقت عليه انتهى. يعني مثلا في الموضوع الاول احنا هندرس ايش هو الانسيدنس وايش هو البريفالنس وايش هو البوينت بريفالنس، المهم الحاجات هذه عشان انت تعرف ايش هو هذول. طبعا اللي هم يعني تعريفاتهم معدلات انتشار المرض، عشان انت تعرف تحل وعشان تعرف ايش هذول فعلا وتقدر تحل. انا حديك عليهم دراسة حاله وتبدا انت تطلع لنا. طبعا لما بنحكي عن حاله بنحكي عن حاله مجتمعيه، تبدا انت تطلع لنا البريفالنس والانسيدنس والحاجات هذه، وبالتالي حتطلع من التشابتر بتعرف تطبق. فحلك للتكليف تبع دراسه الحاله هو بمثابه يعني اكبر امتحان ل وامتحان مفتوح، يعني انت معك الحاله وبتناقشها براحتك وبتحاول توجد الاجوبه. الحاجه الثانيه حيكون باوربوينت
لا مادة علمية، أنا حدي لكل واحد فيكم مادة معينة، أنت بدك تشرح لي عن كذا، فأنت تروح إيش تحضر هذه المادة، تحضر لها باوربوينت. الباوربوينت المطلوب منكم مش لازم يكون أكثر من يعني ماكسيمم 10 سلايدات ماكسيمم. إلى جانب هذا الكلام هتروح أنت تحط على برنامج زوم زي هيك او على اي برنامج تسجيل، وتسجل لي فيديو 3 دقائق للماده العلميه اللي انت بدك تشرحها، اللي اتفق 3 دقائق اللي اتفقنا انه يعني تحكي لنا عن ايش بدك تحكي وتلخص لنا الموضوع، اللي السلايدز تبعتها مش مفروض يكونوا اكثر من 10 سلايدز. وطبعا انا بوعدكم انه تكون المواضيع خفيفه بحيث انه فعلا 10 سلايدز تكون بتقدر تحتوي الموضوع، لانه احنا يعني هدفنا بس اظهار قدرتك على الشرح وتحضير الباوربوينت في حال انه انت بدك تشرح عن موضوع. فاحنا كنا بنحكي هان فعلا هذا بالنسبه لاعداد الباوربوينت، وبعدين حيكون في عندنا موضوع بحثي، حكلفكم كل واحد يعمل موضوع بحثي عن حاجه معينه، كل هذا حتلاقوه انه يعني كثير موجود خلال الدراسة حنحكي عنه. في مثلا بنحكي عن الأمراض المعدية، الأمراض غير المعدية، بالذات في في الموضوعين هذولا حنخليكم تشتغلوا كثير عشان تجيبوا لنا انتم ايش في أمراض معدية وايش في أمراض غير معدية. لما نطلب حنطلب من الواحد يحكي لنا عن مرض واحد فقط بس من الأمراض المعدية أو الأمراض الغير معدية، واللي مطلوب منه إنه يحكي فيه عن المرض الواحد قديش معدل انتشاره، قديش هو أكثر من الميل بالنسبة للفيميل، الكبار بالنسبة في أي ايج جروب. هاي اللي هو بكرة لما نحكي في الإبديميولوجي وتعرفوا شو هي الإبديميولوجي أكثر هتكون الأمور أوضح. بس خلينا بس نديكم صورة عن كيف حيكون الكورس. زي ما انتم شايفين ما فيش كويزات، لانه انا بعت الدراسة الحالة هي عبارة عن الكويزات، وحيكون في اللي هو امتحان نهائي عليه 50 درجة، وبالتالي في عندكم 10 علامات على المشاركة، في عندكم 5 علامات على الموضوع البحثي، وفي عندكم 5 علامات على الباوربوينت والفيديو، وفي عندكم 10 علامات على كل دراسة حالة، وبالتالي 50 حالة أو 50 علامة على النهاية، هاي 100 علامة. الكتاب المهم والمقرر والمعتمد اسمه جوردس للإبديميولوجي، هذه النسخة الخامسة، إذا حد شاطر بيقدر ينزل النسخة السادسة طلعت هي بكون كويس، أنا ما تمكنتش أنزلها تمام، مع إنه عندي مواقع كويسة من اللي بتنزل الكتب، بس لسه ما نزلتهاش او ما عرفتش تصيد الكتاب هذا. طبعا في مراجع تانية اللي بحبهم Introduction of Epidemiology وفي CDC، وفي هاي مراجع تانية يعني هذول كتب كويسة، لكن اللي انا بعتمده بدك تدرس منه كمرجع كبير هو هذا. بالنسبة للسلايدات انا يعني بصراحة حتكون مستوفية كل اللي انتو بلزمكو ومطلوب منكو، لكن تضل انه انت لازم تكون عارف برضو ايش اسم الكتاب، ولو بدك تحب انت تستزيد بعد هيك بدك تدرس منه يكون برضو عندك القدرة انه تعرف تتعرف على الكتاب او الكتب المشابهة، عشان هيك بحط انا اسماء كتير لكتب كتير بحيث انه انت لو بدك توسع افاقك ما يكونش في عندك عوائق. خلينا ننتقل للكورس، اتمنى ان اكون اديتكم ديسكريبشن كويس عن الكورس بالطريقه هذه. الان لو بدي انتقل للكورس ونحكي عن الابديميولوجي، فزي ما بدينا معكم في الكورس الاونلاين حكينا انه الابديميولوجي هي السندريلا تبعت الميديكال ساينس، والسندريلا تبعت الميديكال ساينس المقصود فيها انه هي فعلا الحاجه المفقوده في الميديكال ساينس اللي هي لوست يعني. فهي السندريلا لما لقوها فرحوا كتير والملك كيف ومشي، فهو الابديميولوجي هي السندريلا تبعت الميديكال ساينس. ليش؟ طبعا هذا تعريف يعني انا حكيت لكم الفكره، وسمعنا قصه سندريلا من اختنا الكريمه اللي حكتها بشكل كويس. الابديميولوجي بيجين وذ ادم اند ايفا
both trying to investigate the qualities of the forbidden fruit. لاحظوا ها الابديميولوجي ثينكينج التفكير الوبائي موجود من ايام ادم وحواء. ليش؟ لانه التفكير الوبائي بكل بساطه انه احنا نحاول نحلل المعلومات اللي عندنا لنتوصل ل يعني عوامل معينة أو لأسباب لأشياء معينة. يعني صار الشيء فإيش السبب؟ من إيش صار هذا؟ إيش علاقة هذا بهذا؟ هذا هو الكلام، الكلمتين هذول إيش علاقة هذا بهذا؟ إيش السبب اللي خلى الأمر هذا يصير؟ هذا هو الإبديميولوجي ثينكينج. هذا من أيام آدم وحواء، مجرد ما سيدنا آدم الشيطان يعني طغى وسوس له وقال له إنه ألا أدلكم على شجرة الخلد؟ وملك لا يبلى. ما صار بده المخاطب، طب يعني فعلا إيش بده يصير لو أكلنا؟ يعني فعلا بده يصير، فبدهم يعني يتفقدوها، فراحوا أكلوا. فلما بنحكي عن التاريخ الهيستوري تبع الإبديميولوجي، بتعرفوا هذا الصورة تبعت أبوقراط اللي هو أبو الطب، هيبوقراطس 400 سنة قبل الميلاد، يعني من زمان كان بيحكي ويقوله كان وجهة نظر في موضوع الإبديميولوجي، وبقول إنه الأير والووتر والبليسز هدول ممكن يكونوا سبب للأوكيرنس تبع الديزيز فروم يعني فروم من مكان لمكان، يعني ممكن نتيجة الهواء، ممكن نتيجة المية، ممكن نتيجة، هو طبعا كلامه صحيح. Hippocrates suggested that environmental and host factors such as behavior might influence the development of disease. قال لك كمان العوامل البيئية اللي هي زي الهواء والمية والبليس، هذه العوامل ممكن تأثر في المرض. وبقول لك والهوست فاكتور والعائل، ممكن أنا أكون عندي قابلية أني أمرض، الثاني ما عندهش قابلية أنه يمرض، عنده جهاز مناعي قوي. يمكن البيهافير، يمكن أنا باكل من نفس الأكل اللي هو بأكل منه، لكن أنا قبل ما أجي أكل أنا بغسل إيدي، هو ما بغسلش إيديه، نحن بنشتغل نفس الشغل، هو بيصاب بأمراض وبتعمل له تلبكات في الجهاز الهضمي وحاجات، لكن أنا عشان بغسل إيديه ما بيصيرش. إذا البيهافير ممكن يكون سبب، إذا العوامل البيئية الهوست فاكتور، عوامل مرتبطة فيا أنا، بمناعتي، بقوتي، في كذا في كذا، وفي جيناتي، وعوامل مرتبطة بسلوكي. بدينا نفهم ايش يعني التفكير الابديميولوجي، يعني هي انا بسال عن كل حاجه اسمها عوامل مرتبطه بالاشياء، سواء كانت عوامل بيئيه، سواء كانت عوامل مرتبطه بالشخص نفسه، سواء كانت عوامل مرتبطه بالسلوكيات تبعت الشخص نفسه. قصدت بالشخص نفسه يعني عوامل جينيه، عوامل وراثيه، عوامل فسيولوجيه. فعشان هيك من زمان ابوقراط يعني wishes to investigate medicine probably should بقول يعني إذا أنت بدك تشتغل في الطب وتفحص الناس كويس لازم تاخد بالك من seasons، من الفصل اللي إحنا فيه، في أي سنة what affect each of them produce، يعني إيش الشتاء إيش بيسوي في الناس، إيش الصيف بيسوي في الناس، إيش الخريف بيسوي في الناس. لأنه بقول لك إذا أنت بدك تشتغل في مجال الطب وتفحص الناس كويس بدك تاخد بالك من الفصل اللي انت فيه. لما يجي لك واحد مفلوز والدنيا صيف ويبدو يصير عدد الحالات المفلوزين كتير وفي الصيف، يبقى هذا مش طبيعي، يبقى يمكن في كورونا في الدنيا. لكن لو في الشتاء بنقول ما هو في فلوانزا اوريدي في الشتاء، اذا السيزون له اثر. then the wind the hot and the cold الرياح احيانا بتعمل حبوب لقاح، واحد يجي لك احب كح وازمن انت روح والله روح اتطشط في البيان، انت عندك حساسيه، عشان هيك انت ممنوع تروح على الاماكن هذه اللي تلبس كمامه فصل الربيع، انت بتزيك في لقاحات كثير. هي عوامل الربط، كل معلومه بدي اشوف الجو المحيط فيها بيئيا، الريح كعامل، الهوست كعامل، خروجك من بيئه بارده الى بيئه ساخنة، أو بالعكس خروجك من بيئة ساخنة إلى بيئة باردة، الرياح، اللوكاليتي، وين أنت ساكن، وين كنت، وين رحت، المدينة اللي أنت ساكن فيها، لما تسافر من بلد لبلد أنت كغريب،
in the same manner when one comes into a city to which he is a stranger, إذا مسافر واحد من مكان لمدينة ثانية وغريب وغريب البلاد. He should consider his situation. لازم ياخد باله من الوضع. How it lies as the winds and the rising of the sun. كيف هي كيف تبدو يعني ايش اتجاه الريح في عندهم؟ كيف الريح عندهم؟ ساقع ولا بارد؟ الشمس من وين بتطلع؟ ساعة كم بتطلع؟ من زي بلدك حتكون؟ حكون في اختلافات. ولذلك بتلاحظوا حاليا لما بسافر حد من مكان لمكان بتلاقي في الطياره بيحكوا له عن البلد او في مجلات كمان او عرض فيديو عن البلد اللي هو مسافر عليها، الشمس وقتش بتطلع، كيف معدل درجه الحراره، لما بده ينزل هلقيت قديش بدها تكون درجه الحراره، بدها تكون سرعه الريح، ايش المفروض يكون لها. ممكن انت جاي من بلد حار وبدك تنزل في بلد قطبيه، انت جاي بنص كم ويمكن بشورت حتى، وفجأة تلاقي حالك بدك تنزل ببلد درجة الحرارة فيها ناقص 16، كيف بدك تسوي؟ فلازم تكون المسائل هذه عارفها. هذا كليته يعني لاحظوا أبو قراط حكى عنه، قال إنه whether they be mushy and soft، بدك تشوف شو يعني. One should consider most attentively the water which the inhabitant uses. زي إحنا في عندنا مواطنين زي عندنا بغزة بنستخدم مية، فبدنا نشوف المياه هذه hard and running from elevated and rocky situation، تيجي يعني المياه درجة المروحة تبعتها كويسة، بتيجي من مياه جارية ولا من مياه راكدة، مفيدة أو صالحة للكوكينج ولا مش صالحة، ما فيهاش نطبخ فيها، صالحة مثلا للزراعة إذا أنا بدي أزرع فيها يعني أسقي زرع فيها بنفع ولا ما بنفعش، الارض اللي انا عايش عليها نفسها قديش درجه الملوحه تبعتها، قديش نسبه الميه فيها، في ميه تحت بعد كم متر ولا ما فيش فيها. هذا كل العوامل لازم انا اكون بعرفها، على قديش درجه الحراره علشان انا اعرف اعيش في المكان اللي بحكي عنه. And the mood in which the inhabitants live، حتى الجو العام اللي الناس عايشين فيه والمزاج تبعهم، يعني they whether they and fond of drinking and eating، إذا هم مغرمين بالأكل والشرب والإكسرسايز ولا هم مغرمين بالتعب وبال يعني بحبوا إنه يعني يعملوا إكسرسايزات وحاجات، ولا الناس لا ما بحبوش أي اكسرسايز وبحبوا الحياة الهادية والرفاهية وما فيش فيها تعب. لازم اعرف هذا عن المجتمع اذا انا بدي ادرسه عشان اعرف المود تبع المجتمع واللايف ستايل تبعه عشان اقدر احكي. علشان هيك يا جماعة في كثير نظريات بدأت تحكي او يعني اصول لعلم الابديميولوجي بدأت بالconsideration بس الاعتبارات. كيف يعني اعتبارات؟ The first professor of epidemiology and medical biostatistics in the University of London، أول أستاذ للإبديميولوجي والبيوستاتيستيكس في لندن كان اسمه Greenwood سنة 1934. بقول لك إنه إحنا يعني كان في محاولات فقط للي هو يعني الابديميولوجيكال ثينكينج، لكن ما كانش لسه في عد يعني كان في تفكير ابديميولوجي، يعني يقول لك والله هذا العلاقه، هذا الكلام اللي احنا حكيناه اللي عن ابو قراط، وكان ربط انه السيزون له علاقه، الميه لها علاقه، الملح، البيهيفير، ربط تفكير فقط، لكن كعلم ما كانش في لسه اي علم اسمه الابديميولوجي وفي له منهجيه معينه. هايش كان في كان ابديميولوجيكال ثينكينج، تفكير الابديميولوجي، حتى حكينا انه من ايام ادم وحواء هو الابديميولوجيكال ثينكينج موجود. لكن بعد هيك صار في مبدا عمله اللي هو جون دي جراوند في ال لا هو الزلمه يعني بيحكي انه المبدا الكاونتينج
يعني بدا من القديم، كان في له محاولات قديمه من قبل كم سنه انهم بدوا انه فعلا يعني يعملوا اصول للعلم بحاجات بسيطه من امثلتها اللي هو الايش؟ العد. كيف يعني؟ قال لك the introduction of a quantitative method of epidemiology. يعني زي ما بنحكي احنا الكوانتيتيف، مش يقول يعني هذا ابيديميولوجيكال ثينكينج، لسه يعني لسه فيش علم يعني، تمام. بس بدوا انهم يعدوا. بدا لما العالم هذا جون جراوند عمل اول، بنشر اول بيبر له عن النيتشر اند بوليتيكال اوبزرفيشن ميد ابون ذا بيلز اوف مورتاليتي. ايش هذا سوى؟ ان ويش هي انالايز ذا ويكلي ريبورتس اوف بيرث، اند ذيس از ان لندن، اند فور ذا فيرست تايم كوانتيفايد pattern of disease in population. لأول مرة الزلمة هذا يبدأ يشوف، يقول أنا بدي أشوف كل أسبوع الناس اللي بتموت في لندن، بدأ يصنفهم يعني من إيش بموتوا هدول، قديش أعمارهم اللي بموتوا في الأسبوع، يعني كم واحد عمره old age، كم واحد طفل، إيش السبب المعروف. فصار يعمل إيش؟ counting. هذا يعني counting حيكون هو عبارة عن أول درس بنأخذه إحنا في الإحصاء إن شاء الله، تمام، أو تاني درس، تمام، في الإحصاء. فالزلمة بدأ من مبدأ يعني epidemiological thinking، هذا تفكير برضو لسه يعني، بس بدأ يصير في إيش؟ خطوة ملموسة إنه في أرقام. وكمان بنلاحظ إنه هذا الكلام يعني ملاحظين إنه هذا الزلمة في 1600 بقول لك إنه في 1800 برضو في كانت ناس بتشتغل على هذا الكلام. مثلا ويليام فار اخذ مسؤوليه اللي هو الميديكال ستاتستكس في الاوفيس اوف ريجستر جنرال فور انجلاند اند والز، لايك جرانت بدا الزلمه زي ما عمل جرانت هذا بدا يعمل يعني ريكوجنايز ذا فاليو اوف روتينلي كولكتد داتا. لقى مهم، انا لو بجمع بقول والله الأسبوع هذا في كبار كتير في السن ماتوا، ببدأ أسأل حالي طب ليش؟ إيش مرتبط؟ هي compared mortality pattern of married and single persons. صار يطلع المورتاليتي بين الناس المتجوزين والناس السنجل، مين بموت أكثر؟ طبعا كل عيدكم عارفين أكيد إنه بموت أكثر مين؟ المتجوزين. أنتوا بتجاوبوا. طيب هي attached to assert he attached to asserting that effect of imprisonment of the mortality. يعني بدا يوصل لتفكير من ايش ممكن تكون mortality، ايش الكوز تبعتها. ف وصلنا ل يعني تفكير انه انا لما بحكي عن الاميونيتي انا بحكي عن كوميونيتي دايجنوستس، انا قاعد بحكي انه في عدد من الناس مثلا في لندن في اسبوع هذا اولد ايج كتير اكتر من الاسبوع اللي قبله، اكتر من اللي قبله، اكتر من اللي قبله، المورتاليتي ريت عندهم توفى. طب ليش؟ يبقى في اشي في الكوميونيتي. اذا انا ما بشخصش، طب هدف ايش تشخص؟ والله هذا تشخص انه صدم ديث، هدف ايش تشخص كذا، هدف ايش تشخص فلوانزا، هدف ايش تشخص. اذا الابديميولوجي بروفايدز ذا فاكت اباوت كوميونيتي هيلث. الابديميولوجي هو العلم اللي بيحكي عن الصحة تبعت المجتمع، مش مادة الصحة المجتمعية، لا هنشوف هلأ بتعريفها بالضبط ايش هو، بس هو بيهتم بصحة المجتمع. باختصار بحب افهمكم انه الطبيب مسؤوليته انه يعالج مريض، اي مسؤوليته انه يكون في عنده مريض او مجموعة من المرضى يعالجهم. لكن الابديميولوجيست، وانا حكيت لكم انا تخصص ابديميولوجيست، وظيفته انه يعالج مجتمع. كيف يعالج مجتمع؟ يكتشف ايش هو السبب في المجتمع اللي ادى الى مجموعه كبيره من الناس مثلا تصاب بشيء واحد بسبب مشترك. وظيفته يكتشف هذا السبب المشترك ويحاول تقديم العلاجات، مش مسؤوليته العلاج، خذوا بالكم، يحاول او يشترك مع اخرين في تقديم العلاج لحل مشكلة هذه الفئة من الناس. المسؤولية الأساسية على الإبديميولوجيست هو تحديد السبب
تحديد السبب اللي حصل من يعني من أجله الإصابة عند هذا العدد الكبير من الناس. هذه مسؤوليته. إيش هي الأسباب اللي خلى الناس هذه تتصاب؟ ووظيفته يقدم إيش هي البريكوشنز، كيف إحنا ممكن نقلل الإصابات عبال ما إنه إحنا الناس أهل الاختصاص الأكثر يقدمون لنا العلاج المناسب، زي الوضع اللي إحنا فيه كورونا اليوم. الإبيدميولوجيست وظيفتهم يحصروا المرض. أول حاجة اكتشفوا إنه الناس هذولا اللي بيعيوا بشكل كبير وبأعداد كبيرة هذولا نتيجة إبيدميك موجود في الدنيا اسمه فيروس الكورونا COVID-19، وعرفوه وبدوا يحطوا إيش البريكوشنز. الناس لازم تتباعد، تلبس ماسك، اعملوا حاجة، تطلعوش من الدور. طب يا عمي إيش الحل؟ الحل خلوا تعون الفيرولوجي يصنعوا لكم والإميونيتي يصنعوا لكم فاكسين. مش شغلنا إحنا، ما إحنا نحكيكم إنه عبين ما يصنعوا بدكم تعملوا الإجراءات هذه 1 2 3 عشان نقلل الموربيديتي والمورتاليتي، عشان نقلل عدد الناس اللي ممكن يتصابوا، عشان نقلل من الإنسيدنس ريت الناس اللي ممكن يصير معها الإصابة بالمرض، يعني تستحدث عليها الإصابة بالمرض، ونقلل من البريفالنس ريت اللي هو معدل انتشار المرض في المجتمع. وإيش هو الحاجات اللي لازم نعملها؟ بنقولكم إيش هي النصائح، بنقولكم إيش الإرشادات الناس تسويها، 1 2 3 تباعد، ماسك، غسل إيدين، كاني ماني، تغطية محافظات، كذا. هاي وظيفة الإبيدميولوجي. تمام. فأنا يعني قبل ما أبدأ في الجزء الأخير من المحاضرة، السلايد الأخير، بدي أوقف طبعاً عند النيتشر إكسبيريمنت عشان بدنا نبدأ نحكي في مبدأ الإبيدميولوجي الحديث. بس بدي أذكركم أنه الإبيدميولوجي الحديث اللي يمكن حط فيه موريس، العالم موريس، سنة 1957 كتير نوع كلام. زلمة هذا لاحظ انه an excess of men compared with women for birth and death، لقى انه في كتير من الرجال بموتوا لما بقارنهم في الفيميل، حتى في الولادات. excess of men compared with women for birth and death، صار تطلع كم واحد راجل بنولد يعني ميل، وكم واحد بتوفى، كم وكذلك الفيميل. ده هاي انفانت مورتاليتي ريت، قديش المورتاليتي ريت في الانفانت، قديش، ليش طب عالي، ايش في ذا سيزونال فاريشن ان مورتاليتي، طب ليش بموتوا في الفصل هذا اكثر من الفصل في الشتاء مثلا اكثر من الصيف، طب ايش في صار يربط الموضوع في الفصل، لقى هو بس كان يعمل كاونتينج، ما كانش يعمل لسه اكثر من انه بس بعيد وبتطلع قال لك ايه أنا في العدد، لقيت أنا عدد الحالات اللي ماتوا في شهر 6 و7 و8 و9، أو نقول 7 و8 و9 مرتين أو مرة ونص قد الحالات اللي توفوا في كذا. إذا والله عندنا مثلا عنده في الصيف ماتوا أكثر من اللي في الشتاء، نفترض. إذا بس هو قارن عن طريق الأعداد والفريكونسيز هذه الناس في بعض، فمرة لقى الومن بيختلفوا عن المن، لقى انه السيزونز بتختلف عن بعض في الاعداد. اتمت تو بروفايد نمبر او نيمونيكال اسسمنت اوف ذا امباكت بلاج اوف ذا بوبوليشن اوف ذا سيتي، يعني ازاي ما بس عد ومن الاعداد قدر يوصل لشويه معلومات او ارتباطات متعلقه في مثلا السيزونز، في ال في السيزونز، او متعلقه بالجندر مثلا، او متعلقه في امور اخرى. تمام. الان بدنا ننتقل للي هو المبدا الثالث في الابيدميولوجي، هو الناتشرال اكسبيرمنت، اللي هي التجارب اللي يعني خلينا نقول صارت لحالها. خلينا نشوف كيف المحاضره الجايه هذا ان شاء الله رب العالمين.